بعد. لكن اللاجوز ليد ما يضيفن فقط بولو زيرو، يضيفن اثنين بولو زيرو، لكن التأثير الطاغي بالليد هو شنو؟ الزيرو. التأثير الطاغي باللاك هو البول. هسه احنا اليوم تركيزنا على من؟ على اللاك اللي هو يشتغل على منطقة الستيدي ستيت، ويكون التأثير الطاغي للترانسفير فانكشن اللي راح يضيفه هو تأثير البول مالت. اذا تأثير طاغي تأثير بول، اذا شنو راح يدفع الروت لوكس باتجاه منطقة اليمين زين، وبذلك يدفع لياها باتجاه منطقة اليسار، وذاك يحصل لي من تأثير من الاستاتستيك. شلون احنا نريد فقط نأثر على الاستاتستيك بس ما نغير بالترانزيت، يبقى ترانزيت ثابت. هسه احنا اذا قلنا اد بول يكون تأثيرنا شكل، واذا كان اد زيرو تأثيرنا شكل. احنا نريد لا ما نأثر على الترانزيت، فقط نحسن من الاستاتستيك. هاي الطريقة شلون؟ ان احنا فقط نحسن من الجين. واذا تذكرون ذاك السلايد شفتوا ان الجين بزيادة قيمة الجين شي يزيد، يقل عند يزيد عند الاستابلتي، اي يقل التأثير السلبي بالستادي ستيت، يقل الستادي ستيت ايرور. واضح بالستادي السابق. اذا احنا شو نريد؟ نريد انكريز الاوبن لوب جين من دون ما نغير منطقة الترانزيت. اذا التأثير الاساسي عندنا ان نحسن من الاوبن لوب، نزيد من قيمته بزيادة قيمته، راح شنو؟ راح يقل الستادي ستيت ايرور، يتحسن الستادي ستيت ريسبونس، والترانزيت ما عليه اي تاثير. زين هذا شلون يتم؟ قلنا عن طريق هاي الطريقه. اذا معناه ان الروت لوكس بالدومينانت بول لازم ما يتغير، لان الروت لوكس شنو يعطينا؟ ريسبونس. اذا تغير الروت لوكس معناه انا انسحب الروت لوكس لو باتجاه اليمين لو باتجاه اليسار، لو زادت الاستابيليتي وساء الترانزيت، لو قلت الاستابيليتي وتحزن الترانزيت. انا ما اريد العب بالروت لوكس، اريد الروت لوكس قدر الامكان يبقى محافظ على شكله ولكن ازيد الاستابيليتي. اذا هاي الطريقه عن طريق زياده قيمه الجيم ونضيف تاثير بول وزيرو، تاثيرهم جدا بسيط على السيستم. نوعيه الكومبنسيتر المستخدم هيك شيء هو اللاك كومبنسيتر. الربطه طبعا احنا بشكل سيريز اللي هو ابسط انواع الربط، ومن خلال هذا الربط لازم شي يكون احنا حتى نتجنب اي تغيير كبير بمنطقة الروت لوكس. اذا هذا الكومبنسيتر اللي هو عبارة عن جين وبول وزيرو، الجين يزيد، البول والزيرو يكون تأثيرهم طفيف على السيستم، بحيث لا يكون البول تأثيره قوي ويدفع السيستم باتجاه اليمين، ولا الزيرو يكون تأثيره قوي ويدفعه باتجاه اليسار. فيكون تأثير البول والزيرو شنو؟ تأثير طفيف، يظلوا موجودات. فلازم يقول لك الانجل اللي اللاج كومبنسيتر، يعني هذا اللاج هذا راح يضيف انجل للفيس كونديشن مال السيستم الكلي، اللي هو بعد ما اقفل السيستم اللي هي البلوك الوحده اللي راح تحتوي ذول الاثنين اثنيناتهم. هذا الفيس اللي راح يضيفه هذا البلوكة على بلوك الفيس الكلي الجديد ما تتجاوز الخمسة ديجري، فإذا جدا تأثير طفيف على الروت لوكس. يكون البول زيرو تكون قريبات واحدة من الثاني حتى نحصل هذا التأثير بإضافة فيس جدا قليل. لازم البول زيرو يكون قريبات واحدة من الثاني واثنيناتهم قريبين من الأرجل. إذا صار عندنا المعلومات التالية. أولاً إذا كان السيستم الهدف من عنده أن نحسن الستيدي ستيت دون ما نأثر على الترانزيت، يكون الخيار مالتي شنو؟ لاج. اللاج ينطيني شنو؟ ينطيني تأثير على الستيدي ستيت من دون ما يغير الروت لوكس. يبقى الروت لوكس مو ما يتغير، يتغير بس بشكل جدا طفيف، مو جدا التأثير يكون شارب او يعني جدا مؤثر مثل ما شفنا من إضافة بول او زيرو، لا يكون تأثيره بسيط. حتى يكون هذا التأثير البسيط احنا لازم الفيس اللي يضيفه هذا البلوكه ما تتجاوز الخمسة ديجري،
حتى نحصل هاي الامور كلها لازم البول والزيرو مال اللاج يكون قريبات واحد من الثاني واثنيناتهم قريبين للاورجن حتى يعطوني هذا التاثير. اذا صممنا كنترولر بي بول وزيرو قيمهم متقاربات واثنيناتهم قريبين من الاورجن والجين مالته كبير راح نزيد من الستيدي ستيت ايرور عفوا نقلل من الستيدي ستيت ايرور نزيد الستيبلتي وتاثير الترانزيت ما راح يكون فعليه اي تاثير جسيم فقط سلايد في شيفت من الاورجن ليكيشن. شنو الخطوات حتى نحصل هذا الشيء؟ الخطوات التاليه. اول خطوه اقوم بها اني عندي السيستم اللي هو الجي اللي هو شنو؟ السيستم بدون الكومبنسيتر، هذا الكومبنسيتر وهذا شنو؟ البلانت. انا هاخذ هاي الجي اللي هي مال البلانت السيستم بدون كومبنسيتر، شو اسوي؟ ارسم لها الروت لوكس. ارسم الروت لوكس المن للانكومبنسيتد سيستم. الانكومبنسيتد سيستم ارسم له الروت لوكس. تمام. وحسب الترانزيت ريسبونس السبيسيفيكيشن احدد موقع الدوميننت كلوز لوب بول. المن للانكومبنسيتد سيستم، للسيستم الاصلي. احنا نعرف بان اللاج كومبنسيتر راح يكون تاثيره جدا ضئيل ما يتجاوز 5 ديجري من الفيس. اذا مواقع البولات الدوميننت بعد ما اربط الكومبنسيتر ما راح تكون جدا بعيده عن المواقع الاصليه. فلتسهيل العمل الرياضي افرض مواقع البولات الجديده بعد ما اربطت الكومبنسيتر هن نفس مواقعهن القديمه. نفس افرضهم فرض رياضي وان هي هن مو نفسهن عمليا ما راح يكون يبقى نفسهن. ما طول اربطت كومبنسيتر راح يتغيرن. راح يصير به شيفت بس هذا شيفت جدا بسيط. يعني اذا كانت القيمه مثلا خلينا نقول البول قيمته كومبلكس هو 0.5 زائد 0.3 بالجي راح يكون 0.51 زائد جي 0.29 فالقيمه شو تكون؟ قيمه تقريبا 1% شيفت مو ذاك القيمه الفرق اذا انا فرضت شنو؟ فرضت الموقع هو نفسه يبقى الاصل. هاي اول نقطه. اذا البولات اللي انا جددتهم للسيستم اللي هو الانكمبنسيتد هن نفسهم راح يبقى المن بعد ما ربطت الكمبنسيتر. نعرف احنا الكمبنسيتر اللاج الترانسفير فانكشن هي مالته هاي، هذا الجين مالته، هذا الزيرو مالته، وهذا البول. تمام. الاوبن لوب سيستم اللي هي الجديده اللي هي بلوكه واحده راح تصير عباره عن هذا وهذا راح يصير اثنيناتهم بلوكه حسب ضربهم. فيقول لك البلو ال ترانسفير فانكشن الجديده هي عباره عن حصه ضرب البلوكه الاصليه في البلوكه مال الكاباسيتر. ايش نحسب؟ نحسب الستاتيك ايرور كونستانت المن للسيستم الاصلي اللي هو شنو؟ اللي هو الجي. نحسب له شنو؟ نحسب له الستاتيك ايرور كونستانت. حسبنا الستاتيك ايرور كونستانت للسيستم الاصلي. يجي هسه بالسيستم شو يقول لك؟ يقول لك اكو سبيسيفيكيشن. راح يقول لك اكو فت قيمه زياده او نقصان بالستاتيك ايرور كونستانت. حسب المعلومه اللي اعطاك اياها راح توجد الستاتيك ايرور كونستانت الجديد بعد ما تربط الكومبنسيتر. اذا يقول لك ايفالويت النيو ستاتيك ايرور كونستانت اللي هو سبيسيفاين بروبلم. يعني بعد ما تستخدم الكومبنسيتر. طبعا يعني من خلال المعلومات اللي هي ايش قد راح يصير زياده او نقصان بقيمه الكومبنسيتر. العفو بقيمه الستاتيك ايرور كونستانت. اذا صار عندي معلومه شنو؟ الستاتيك ايرور كونستانت الجديد. من الستاتيك ايرور كونستانت الجديد راح اوجد شنو؟ راح اوجد قيمه البيتا اللي هي تدخل في حساب البول مال الكومبنسيتر. افرض شوف هنا اللاج شغله اسهل من الليد. هنا انا افرض كديزاينر افرض قيمه الليد البول والزيرو مال الكومبنسيتر. لكن قيمه البول والزيرو مال الكومبنسيتر تربطهم علاقه اللي هي شنو؟ ان البول يكون قيمه الزيرو مضروبه في بيتا. هسه راح اشوف مثال. احنا قلنا شنو؟ باللاج
كومبنسيتر يكون بول زيرو تأثير الطاغي المن للبول، فيكون البول قيمة تشبيهة أكبر من العفو قيمة الزيرو أكبر من قيمة البول، يعني أبعد عن الأوريجين، فالزيرو يكون بيعته في قيمة البول.